واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. مرة جمعني مجلس لبعض الناس من دولة أفريقية وشرحت لهم كتاب الأصول الثلاثة للشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله، ومن نعمة الله سبحانه وتعالى أنهم فهموا التوحيد وفهموا العقيدة، وأخذت أذكر من خلال ذلك تحذيرا من السحرة وأحوالهم إلى غير ذلك. فقال أحد الحاضرين أريد أن أذكر لك قصة حصلت لي أنا، يقول من هؤلاء الذين درسوا علي الكتاب، حصلت لي، يقول لا أقول لك حدث بها وإنما حصلت لي أنا شخصيا، ولهذا ترون القصة عني مباشرة عن صاحب القصة، يعني عني مباشرة عن صاحب القصة. يقول كان لي جار أعرفه، لم يرث من قريب له مالا، وليس صاحب تجارة، وليس يعني صاحب حرفة، ولكن دائما عنده أموال، عنده أموال، وكنت أحتاج أحيانا مال وأذهب إليه أعطيه. مرة أتيت وقلت يا فلان أنا جارك وتعلم حالي، تعرف ضعفي، تعرف فقري، تعرف حاجتي، وأنا دائما تحت سادتك أموال، ف يعني من الجيرة، ودلني على طريقها أكون مثلك، دلني على طريقها أكون مثلك. قال أنا مستعد أن أدلك على طريقة تكون مثلي، ولكن لا أشترط عليك، لا أطلب منك أمرا إلا وماذا؟ إلا وتفعله بدون تردد. فقال له أنا أطلب منك، ولكن أي شيء أطلب مستعد. قال أنا مستعد. قال أنا وقتها طمعان في المال، الطمع الدنيوي في الغالب يسوق، فهذا طمعان في مال ويرى أموال عند صاحبه. فقال لا أعطيك. يقول فقال لي تذهب في الوقت الفلاني قرب مغيب الشمس، تغرب الشمس في ماذا؟ بين قرني الشيطان. قال تذهب عند البحر، على شاطئ البحر، وقرص الشمس يغرب، ولما يقترب من الغروب تنادي بهذا الاسم. هو سمالي أنا الاسم الذي علمه إياه ونسيته ولله الحمد. فقال تنادي بهذا الاسم، لما تريد تغرب تقف أمام البحر والشمس أمامك وتنادي بهذا الاسم، تصيح بصوت عالي بهذا الاسم تناديه. يقول إذا ناديته بصوت مرات ستجد أن البحر ينشق ويخرج منه حيوان يشق الماء، شكله مفزع مخيف، لا تخاف، وسيناديك باسمك وسيطلب منك بعض الطلبات، أي شيء يطلب منك قل له نعم حاضر. يقول فذهبت إلى شاطئ البحر عند الغروب، ولما أوشكت الغروب أخذت أنادي بذاك الاسم. يقول ناديت كم مرة بصوت، وفعلا انشق البحر ورأيت دابة تخرج ولها شعر موسط الماء وتقترب لي. قال يا فلان، قلت نعم. قال نريد أطلب من طلبات. قال حاضر. يقول من رحمة الله بي أن أول طلبه مني كان في أمر عشت محبا له، عشت ما أساوم عليه. يقول من رحمة الله علي أن أول طلب مني في شيء نشأت عليه ولا أفكر أبدا أنني أساوم فيه. قال يا فلان، قلت نعم. قال لا تصلي. قلت يا زول، الصلاة ما داير أتركها. هذه عبارة صحيحة، ماني تارك الصلاة. يقول فلما قلت هذه الكلمة صاح بصوت وأعطاني قفاء وذهب، اختفى
وهذا من رحمة الله عز وجل بالمصلي، إذا كان محافظا على الصلاة ولا يساوم فيها من رحمة الله سبحانه وتعالى به. يقول: فرجعت بعد وقت تركت صاحبي وعرفت أن هذا طريق ظلمة. يقول: فيوم مريت رآني ناداني وشتمني بشتم مقذع وكلام بذيء، وقال: أنت إيش فعلت فيه؟ لأنهم جاءوا إليه واعتدوا عليه وقالوا: كيف ترسل لنا شخصا غير مطاوع؟ كيف ترسل لنا شخصا غير مطاوع؟ يقول: فرحمني الله سبحانه وتعالى.